بعد خسارتنا من الأردن والعراق راح أشوفكم فرق الثقافات ما بين عمرو ميداني وما بين عمار رمضان وأوليفير كاسكاو. عمرو ميداني اللي كان له سبب كبير بخسارتنا بهاي المباراتين، وعمار رمضان اللي انظلم وما نزل بكم دقيقة بأول مباراة وبثاني مباراة، وأوليفير كاسكاو انظلم الظلم الأكبر وما استدعى من الأصل إلى المنتخب. ومع ذلك هذولا راح نشوفهم إيش كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خساراتنا، ونشوف عمرو الميداني شلون استفز الجماهير السورية بمنشوراته وبوستاته المستفزة على انستغرام. بدنا ايضا نتكلم عن الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخبنا للناشئين امام الاردن في بطولة تصفيات كأس اسيا للناشئين تحت 16 سنة. الحمد لله رب العالمين قدرت اجيب موعد المباراة صحيح والموثوق 100%، وراح اقولكم الادلة والبراهين، وباذن الله ما انتم طالعين من هذا الفيديو الا تعرفوا كل شيء عن هاي المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير وصحة. معاكم علاوي من قناة علاوي تيوب، بقناتي هاي انزل محتوى رياضي سوري. اذا انت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغطنا لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، وخلونا نبلش بالفيديو. الشغلة الأولى اللي بدنا نتكلم بها، بدي اشوفكم فرق الثقافات ما بين عمرو الميداني اللي هو لازم يعتذر، وما بين عمار رمضان وأوليفير كاسكاو اللي هم لازم يعصبون لأنهم انظلموا، ولكن الموازين انقلبت. فعمرو الميداني خرج ببوست مستفز للجماهير السورية، ببوست مقزز جدا خاصة في هذا الوقت، الوقت اللي منزعج فيه كل الجماهير السورية، وخاصة منزعجين منه هو بالذات لأنه كان له سبب كبير بخسارة منتخبنا في هاي المباراتين وبخسارة منتخبنا بالمباريات السابقة. فعمرو الميداني خرج على انستغرام، وش كنت تتوقعون؟ اعتذر للجماهير؟ لا، اعتذر وقال انه انا راح اطور من نفسي؟ لا، قال راح اعتزل كرة القدم واعيف لكم المنتخب؟ لا. ايش كتب؟ نزل هاي الصورة له وكتب عالي مزاجي عالي. عاش عمر البشرة تي والله. لما نقول لكم عمرو الميداني لازم تجي عقوبة تشيله من منتخب سوريا، ما حد قام يرد علينا. تتذكرون لما عمرو الميداني استفز الجماهير بالتصفيات ورمى الطابة على أحد الجماهير؟ والآن عمرو الميداني الشارع السوري كله غاضب وهو مزاجه عالي. طبعا في بعض الأخوة على الفيس قالوا لي إنه هاي أغنية وكلماتها أيضا مو مزبوطة. فأقسم بالله العظيم عيب، لا مستفيدين منه من داخل المنتخب ولا مستفيدين منه من خارج المنتخب. لما يجي يلبي على أساس نداء المنتخب يقوم يلوص ويضر المنتخب ما ينفعه، وبعد ما يخلص يا ريت يسكت، لا يقعد يستفز بالجماهير. وين الاتحاد الرياضي عن هاي المنشورات؟ وين اتحاد كرة القدم؟ وهاي مو أول مرة يستفز بها عمرو الميداني الجمهور السوري، عدة مرات استفز بها الشارع الرياضي السوري، وهذا الأمر ما ينسكت عنه أبداً وإطلاقاً ونهائياً. أما عمار رمضان اللي انظلم، فعلاً انظلم لأنه نزل بأول مباراة كم دقيقة ونزل بالمباراة الثانية كم دقيقة. مع انه هذا اللاعب مظلوم، لازم يكتب يقول ايش هاي وليش هيك تنزلوني وليش ما تعاملون المحترف زين، لازم هيجي يكتب. لكنه شكون قال؟ شكرا للجماهير السورية المتواجدة بالاردن. انت شفت فرق الثقافات؟ شفت؟ اقسم بالله فرق من السماء للارض. اما أوليفير كاسكاو برايي وبراي كل الجماهير السورية انه هو المظلوم الاكبر، لازم يكون اول المتواجدين، وشفنا شلون ضعفنا بخط الوسط، ففعلا كنا نحتاج أوليفير كاسكاو وكان هو لازم من اوائل المستدعين بالقائمة. لكن أوليفير كاسكاو وبعد كل هذا الظلم والتهميش ايش كتب؟ هل كتب عالي مزاجي عالي؟ لا والله. ايش كتب؟ كتب بالمباراة الأولى، بعد المباراة الأولى اللي خسرناها، حظاً أوفر في المباريات القادمة وكان يواسي اللاعبين، وبعد الخسارة من المباراة الثانية كتب حظاً سعيداً، التعلم من الأخطاء مهم جداً، وأيضاً كان يواسي اللاعبين. فشفتم الفرق؟ شفتم الفرق؟ فرق الثقافات، إي والله فرق ثقافات. شلون واحد متعلم وواحد جاهل. نروح للخبر الثاني ونتكلم عن الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة أمام منتخب الأردن في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة. منتخبنا الوطني للناشئين سيلاقي الأردن يوم 1 أكتوبر تحديدا يوم السبت الساعة 9 مساء، ودليلي أن المباراة الساعة 9 مساء هو الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي نشر موعد مباراته
أمام منتخبنا، وكتب أن المباراة ستقام الساعة 9 مساء بتوقيت سوريا وبتوقيت الأردن. أما القنوات الناقلة لمباراة منتخبنا الوطني أمام الأردن للناشئين راح تكون قناة الأردنية الرياضية، وترددها ظهر عندكم على الشاشة. بالتوفيق لمنتخبنا يوم السبت القادم إن شاء الله. الفوز مهم جدا جدا جدا، لازم ندخل المجموعة بقوة، وبإذن الله عندنا لاعبين، عندنا وافدين جدد، عندنا لاعبين بمنتخب الناشئين قادرين ومهاريين إن شاء الله على هزيمة الأردن إذا كانت العزيمة والإصرار موجودة والروح القتالية قوية عند اللاعبين. هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.